السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم من جديد. الموضوع ديال اليوم فيه العناية بالبشرة الدهنية. ملي كنقولوا العناية بالبشرة الدهنية فحنا كنهضروا على الغسول اللي يوفق لنا البشرة ديالنا، المرطب اللي يوفق لنا البشرة ديالنا، و ليكرون اللي يوفق لنا البشرة ديالنا. انا بغيت نقترح عليكم هادو حيت هما كاليتي والنتائج ديالهم كتكون باينه، حيت ملي كنقولوا كتوافق البشره ديالنا فاهم حاجه هما ما نلقاوش العكس، ماشي نستعملوا مثلا واحد ليكرون ودي تخرج لنا الحبوب، او لا نستعملوا واحد المرطب ويسد لينا المسام. يعني كنقولوا شي حاجه كتوافق البشره ديالنا فهي ما كتنفعنا، يعني كتعطي نتائج وكذلك ما كتخرج ليناش اعراض وحدين اخرين. اول حاجه غادي نبداو بها هو الغسول. خاصنا نختاروا الغسول ديالنا بعنايه. بالنسبه للناس اللي كتبغي تاخذ شي غسول مزيان فانا كنقترح عليها كلينونس ولا غام ديال افي، كيكون فيه 200 ايميل او لا 300 ايميل، وصراحه هو زوين وبتجرب. يعني هو كيجي في لي زوردونونس بزاف ديال لي ديرماتو، كيكونسيوه بزاف، وكذلك الناس اللي كيستعملوه فهو كيستعملوه وكيتسالى وكيعاودوه حيت كيعطيهم نتائج زوينه. بالنسبه للاقتراحات اللي اقترحت فانا كنقترح انا كلينونس او لا ايفاكلار. ايفاكلار هو لاغام ديال روش بوزي، وكلينونس لاغام ديال افي. كذلك بالنسبه للمرطبات فمن احسن المرطبات كيكونوا هما ديال سيتافيل او لا ديال افي، حتى هو كلينونس، ولكن انا كنقترح كمجموعه العنايه بالبشره الدهنيه فكاين كلينونس غسول، وكذلك كاين كليرونس مرطب، وكذلك كاين كليرونس ديال ليكرون كونتر سولاي. هاد لاغام هادي هي كبيره وفيها انواع كثيره، ولكن هادو خاصين بالبشره الدهنيه. ملي كنقولوا البشره الدهنيه فهي كتكون كتعاني مشاكل كثيره، منها كيكون الحبوب. يعني فاش كنستعملوا مثلا كنستعملوا الغسول ديال الوجه فهو على الاقل كينظف لينا البشره وكيعاود لينا يعني التوازن للدهون اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا. كذلك كيكون البشره الدهنيه كتكون معرضه للطاش، يعني مثلا الى خرجت وحده عندها بشره دهنيه وخرجت للشمس فالاغلب كي كتعلم ليها كيتعلم ليها مثلا الفولار، يعني كيبقى لي تراس ديالو معلم ديال فلوجه، او لا كتلقى عندها الكلف، يعني كتلقى كتلقى لي طاش باينين كيتسماو الكلف، او لا كيتسماو او لا كيكونوا دي بيغمون، يعني كيتسماو تصبغات الوجه. فاحسن حاجه غادي نديروها هو ليكرون. ملي كنقولوا ليكرون ان كيكون المسحو ديالو في ساعتين. دابا مثلا كتكون خارجه السيده العمل ديالها او للقرايه كتستعملو مع 8 الصباح، ساعتين كيخصها تعاودو، يعني باش يكون عنده حمايه مزيان. انا فاش جيتني خارجه من 12 او لا مع الوحده او لا خاصها تكون عاودت ليكرون باش كيكون المفعول ديالو يعني تام. كذلك المرطب، فاش كنديرو الترطيب ديال الوجه وكيكون مختار بعنايه فما كيخرج ليناش حبيبات الرقاق او لا كيسد لينا المسام وكيوليو مفتوحين من بعد. فكنلقاو كلينونس هضره كيوافق صراحه جميع انواع البشره، ولكن كنصحو انا بزاف البشره الدهنيه. يعني انتي سيداتي او اختي عندك بشره دهنيه اهم حاجه غديريها تاخدي غسول ديال كلينونس او لا ايفاكلا. انا كنفضل كلينونس، وكذلك تاخدي ليكرون اللي كيجي لك مع الوجه ديالك بحال هاد كلينونس ديال افين. هو ايكرون هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو راه كيجي بحال هكا، هو سبراي كيجي بحال هكا. وكذلك المرطب ديال الوجه. بالنسبه للاثمنه ما تركزوش عليها حيت هي كتختلف من فارماسي لفارماسي، او كذلك كتختلف ما بين فارماسي والبارا. يعني اهم حاجه انكم تكونوا غادي تاخذوها عند مالي لا فارماسي ولا بارا فارماسي، يعني ماشي مول ماكياج باش تكون كاليتي. كذلك كتشوفوا كتراقبوا التواريخ ديالهم وان شاء الله غادي يعجبوكم. واللي ديجا استعملاته ترد علينا في لي كومونتير واش عجبها واش ما عجبهاش. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجي.